هو أشرف محمد زكري مطور برنامج إلكتروني باسم إيباط لفائدة ذوي الهمم العالية ممن يشتكون من التهميش في المجتمع. هدفه هو تيسير التعليم الفردي من دون الاعتماد على الأستاذ. أنا أخ لأخوين أيضا معاقين بمرض يدعى الشلل العصبي العضلي، كلنا خريجين الجامعة الجزائرية. هذه الفئة الهشة من المجتمع لا تحظى بالاهتمام، وخاصة بمرحلة التعليم المبكر. فيها أرقام، حروف، حيوانات أليفة مفترسة. أكيد هو راح يعوض نوعا ما الأستاذ روبوت، هذا راح يساعد المدربة أو المعلمة في تعليم الطفل وتقديم الخدمة اللازمة له. بهذه الفكرة، بهذا المنطلق، أنني وصلت لتحقيق مشروع أو اختراع مشروع اللي سميته إيبوت، يعني الروبوت التعليمي. هذا المشروع يدعم هذه الفئة باش تتعلم مبكرا، يعني المشروع يدعم الفئة من 3 سنوات حتى 6 سنوات. كما لاحظتوا معنا، المشروع هو عبارة عن بطاقات تحمل معلومات فيها مجموعات كثيرة. يعني في يومهم الوطني أشار محمد أشرف إلى المعوقات التي تعترضهم حتى في عز تقديمهم للابتكار. هذا اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، أو ما أسميه أنا ذوي التحديات الصعبة، يعني فئة تتحدى مجتمع، تتحدى عقلية، تتحدى مرض، تتحدى فقر، تتحدى جهل. دونك تحية للوالدين الكريمين اللي قدروا وصلونا لهذه المراتب العليا، ونتمنى من السلطات اللي راح يتشاهد فينا الآن أنه هذا اليوم يكون كل يوم عيد، يعني تفكروا هذه الفئة كل يوم، ماشي نتفكروها دائما في 14 مارس ولا في 3 ديسمبر، وتكون عندها اهتمام، لانه كل ما توصي به رئاسة الجمهورية راح تضرب عرض الحائط في لا تطبق في الولايات. تلاقيت انا باش ندير ملتقى فقط لهذه الفئة، باش نساعد هذه الفئة، تلقيت صعوبات كثيرة، مع الرغم أنه رئيس الجمهورية يصدر قرارات لدعم هذه الفئة. اليوم الوطني لذوي الهمم العالية والقدرات الخاصة، وإن كان تاريخ المناسبة يؤرقهم، لكن حفزهم أكثر بالمقابل لبلوغ ما لم يبلغه الأصحاء في الابتكار.